Welcome, jurors. We're really glad that you guys could join us for the second SGL جميع الحكام، نحن سعداء جدا بانضمامكم الينا في هذه الجلسه الحوارية. وآمل طبعا ان تكون الفرصه قد منحت لكم على مر الايام الماضيه لمشاهده افلام جميله ولقاء اشخاص مثيرين للاهتمام في هذا النوع من الجلسات الحواريه وفي الحلقات النقاشيه ايضا. نامل ان تكونوا قد تعرفتم الى اصدقاء جدد وتعلمتم امورا جديده واستمتعتم باوقاتكم ايضا. الامر الجميل في مهرجان الاجيال السينمائي هو انه يعطينا الفرصه للقاء ابطال من كل انحاء العالم وحتى في دوله قطر، وهذا ينطبق على جلسه اليوم حيث تسمح لنا فرصه لقاء المؤلفه القطرية وكاتبة الأغاني القطرية والفنانة السيمفونية دانا الفردان. انضموا إلي من فضلكم في التصفيق لضيفتنا دانا حتى لو كنا غير قادرين على سماعكم. شكرا، شكرا جزيلا لكم على استضافتي، أنا سعيدة جدا بوجودي هنا طبعا يا دانا. ولكن قبل أن نبدأ بهذه الحلقة لدينا فيديو تعريفي نود أن نعرضه قبل أن نبدأ بالمقابلة، إذا شغلوا الفيديو من فضلكم. What was originally intended to be musical theater just took me on this journey, and I produced my first album, Paint. And then I came back over here and I realized that I wanted to contribute to cultivating an industry from within using the local seat resources. My journey since I began music was to discover my own personal truth. Qatar has a very unique place in the world and it has a very rich cultural heritage. I'm very proud of my heritage and I want to show the world our colors. Music is an avenue for expression and there are many different tools that you can use to your advantage. Thank you so much for being here, Dana. شكرا جزيلا على انضمامك إلينا يا دانا. شكرا لكم على استضافتي، إنه شرف كبير والتوقيت مثالي حتى، فأنا وصلت قبل بضعة أيام. وطبعا بعد هذا العام المجنون 9 أشهر، أنا قد قضيت 9 أشهر أو 10 أشهر تقريبا خارج الدوحة، وأنا سعيدة جدا بعودتك. أهلا بعودتك، نحن سعداء جدا بعودتك أيضا. أود في البداية أن أمهد لهذا النقاش بقول ما يلي: إذا كان هناك جائزة لأفضل والدة في العام فأنا أود أن أرشحك لهذه الجائزة، ولا شك لدي أنك ستفوزين بها يا دانا. ولا شك أن أي شخص يتابعك على إنستغرام وحسابات التواصل الاجتماعي الأخرى سيوافق على ذلك. شكرا لك، شكرا لك يا كريم. نحن نبذل أفضل ما في وسعنا كل يوم وهي تسهل الأمر علي. في البداية سوف أستهل النقاش بحديث عن البداية. إذن متى أصبت بمتلازمة الموسيقى إذا صح القول، ومتى أدركت أنك تريدين قضاء أوقات طويلة أو وقت طويل في استخدام الموسيقى واعتمادها كمسألة؟ إنه سؤال رائع وتمهيد مميز لما ذكرته من قبل يا كريم. فالسبب الذي دفعني لتغيير حياتي وسلوك مسار الموسيقى هو حين اكتشفت أنني حامل بطفلتي الأولى وعلمت أنها طفلة أو علمت أنها فتاة. اخترت اسم ليلى لسببين: أولاً قيس وليلى، وثانياً أغنية إريك كلابتون ليلى التي تستند أصلاً إلى قصة قيس وليلى. وبالتالي الفكرة الأساسية بالنسبة لي هي فكرة أنني لم أكن على اتصال مع حقيقتي، لم أكن على اتصال مع قصتي الحقيقية، هذه الفكرة التي راودتني. فحين أصبحت حاملاً بطفلتي الأولى أدركت أنه لم يعد بإمكاني أن أقضي ثانية واحدة في هذا التعارض بين ما أفعله وبين شخصيتي الحقيقية، لأنني لم أرد أن ترى ابنتي هذا التعارض، وبالتالي لم أرد أن يكون هناك هذا الانفصال بين شخصيتي الحقيقية وبين ما أقوم به. وهذا الأمر تحول إلى لغة، لم يتحول فقط إلى مسار بل إلى لغة أتشاركها مع ابنتي. ومشاركة هذه اللغة مع ابنتي تسمح لي بالتحدث مع العالم أجمع بطلاقة أكبر وبصراحة أكبر حتى.
وبقوة أكبر أيضا، وقد أصبح ذلك مصدرا لقوتي ومصدرا للقصة التي أخبرها. فالموسيقى ليست مجرد لغة، بل هي بنية، إنها هيكلية، وأنا أعيش داخل هذه البنية، تسمح لي بالتواصل مع الموسيقى. فحياتي بأكملها موجودة في ذهني، وأنا أشعر أن هذا القرار لم يكن قراراً اتخذته بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل كان شعوراً غمرني وجسد كل حقيقتي وأصبح واقعاً بالنسبة لي. جميل جداً يا أنا. العام الماضي طبعاً دخلت عالم الموسيقي مع الأجنحة المتكسرة أو Broken Wings، وأنت تعملين الآن على مشروع جديد مبني أو مستوحى من حياة الأديب والكاتب رومي. لا، كانت هذه عملية إبداعية بكل معنى الكلمة، ولكن كيف تختارين المشاريع التي تعملين عليها كما بالنسبة للمشروعين اللذين ذكرتهما؟ سوف تلاحظ جامعا مشتركا، اولا الارث العربي، وثانيا المفاهيم او المبادئ العالميه والفلسفات العالميه، ثالثا الموسيقى العالميه. إذن هذه المبادئ تشكل اساس كل ما اقوم به. اولا احاول أن أعيد إلقاء الضوء على التراث العربي واستعراض هذا التراث العربي أمام الجمهور العالمي. أنا وشريكي في الإنتاج نديم نعمان فهمنا أن لدينا ثروة حقيقية فيما يتعلق بتراث الحضارات العربية، لكن حصل هناك انقطاع، إذا صح القول، أو انفصال بين المحتوى الموجود وكيفية تقديم هذا المحتوى أمام المجتمع الدولي، وبالتالي جعلنا هذا الأمر محط تركيزنا إذا صح القول، وبات هدفنا أن نضفي طابعاً بشرياً على كل هذا الترث وعلى هذا الإرث عفواً هذا التراث بمساعدة هذه المبادئ الإنسانية. فالجميع مثلاً يعرف كتاب النبي، لكن عدداً قليلاً من الناس يعرفون من هو كاتب أو مؤلف هذا الكتاب. إنه يتضمن أفكاراً رائعة جداً عن الحياة، عن النمو، لكن لا نعرف شيئاً عن العنصر البشري خلف هذا الكتاب. وهنا يكمن هذا الانفصال، هنا يكمن هذا التباعد. فما نفعله هو أننا نأخذ روح تراثنا الثقافي ونحمل هذه الروح إلى العالم. من هو جبران خليل جبران؟ لماذا ألف كل هذه الكتب؟ وقد وجدنا هذا الكتاب الرائع، كتاب الأجنحة المتكسرة، الذي ربما نرتبط به جميعاً وبمواضيعه. إنها قصة بسيطة جداً، لكنها تنطوي على طبقات كثيرة، وقد اكتشفنا في هذا الكتاب الجوانب الأهم من شخصية جبران خليل جبران. وبعد القيام بذلك، طبعاً من سوف يملأ الفراغ الذي تركه جبران؟ وبالصدفة ظهر روم، وحصل ذلك من خلال زوجة، وأقول هنا بالمناسبة أن الدوحة هي مكان خصب للنمو الثقافي، إذن زوجة السفير البريطاني وهي تركية، وهي ممثلة تركية وكاتبة مسرحيات تركية، فقد كلمتني في أحد الأيام وقد شاهدت الأجنحة المتكسرة أكثر من مرة في لندن وفي الدوحة أيضا، وقالت لي: دانا، ليس هناك من كتاب حول رومي، ليس هناك من قصة حول رومي. طبعا هناك عدد من السير الذاتية ربما، لكننا نريد قصة عن رومي، نريد أن نكتب قصة عن رومي، ونريد أن نكتب قصة تضع المرأة في الواجهة. ليس لدينا أي قصص عن رومي تسلط الضوء على النساء المهمات اللواتي أحطنا به كزوجته وابنته بالتبني. وطبعا أردنا أن نخبر هذه القصة في العام 2020 مع الحفاظ طبعاً على طبيعة كتاباته والطابع الأصلي لكتاباته، ولكن ربما من خلال تفسير خاص بنا لأعماله. وطبعاً كل الأغاني التي كتبناها تشكل امتداداً لأعماله. هذا سؤال مرتبط بالسؤال الأخير، ولكنه يغير الموضوع نوعاً ما. أنا أتساءل بعض الشيء عن العملية الإبداعية، وكيف مثلاً تقومين بتأليف الأغاني من البداية، من اللحظة الأولى؟ إذن كيف يأتيك الوحي أو الإلهام لتأليف الأغاني، وكيف تحملين هذا الوحي وتقومين بترجمته ضمن أغنية؟ يبدأ الأمر دائماً مع عالم
مع الرسالة بمعنى آخر، ما هي الفكرة التي نحاول أن نوصلها؟ وأبدأ دائما بالتناغمات الموسيقية. على سبيل المثال، على سبيل المثال مطرة، هذه الفتاة الصغيرة تندب ظروف حياتها، فهي طبعا تعيش في فلسفة رومي وفي ذهنية رومي، لكن في تلك الفترة تعاني من صعوبات كثيرة، وهنا لن أكشف عن تفاصيل كثيرة، ولكنها تعاني من بعض الصعوبات، فهي طبعا تعيش في ظروف تتناقض مع أفكارها عن الحياة، وهي طبعا تطرح على نفسها عدة أسئلة، وحين تطرح هذه الأسئلة على نفسها فهي تبدأ نوعا من المحادثة السوداوية مع نفسها، وهنا أفكر بالتناغمات الموسيقية أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بكوردز. إذن محادثة مع النفس، الفتاة تطرح أسئلة على نفسها، يجب أن تكون هذه المحادثة طبيعية، وهنا يكمن جمال المسرح الموسيقي، طريقة عمل الموسيقى، طريقة الانصهار بين الحوار والأغاني، ليس هناك من بنية مثبتة، بل الأمر يتدفق بشكل طبيعي. إذن كما تلاحظ التناغمات التي أستخدمها هنا بسيطة جدا، نطرح الأسئلة. And roads erode at night to the streams above my mind, and silence fades where nothing crops, and freedom waits where no one goes. So it can be as complicated as you want, but. إذن يمكننا طبعا أن نعقد الموضوع، لكن كما تلاحظ لدينا هنا مساحة موسيقية، وهذه المساحة تنمو في ذهننا، لكنها عمل طبيعي، نحن لا نبالغ في الأمور، لا نعقد الأمور، لقد نسيت بعض الكلمات على فكرة، لكن هذا ما يحصل، إنها تطرح هذه الأسئلة على نفسها لتفهم ما تمر به، وأنا طرحت هذا السؤال على نفسي وقلت هذه الفتاة ماذا ستقول؟ إذن أتساءل عن هذه الأمور وأبدأ بالكتابة. إذن ما هي الأمور التي تريد أن تتكلم عنها؟ هل يمكن أن نضع هذه الكلمات ضمن بنية إيقاعية مثلا؟ و طبعا في النهاية نصل إلى اللازمة، وهي طبعا الجزء الأصعب، هذه اللازمة، وقد احتجت لوقت طويل لكتابة هذه اللازمة، لأنني طبعا حاولت أن أكتب لازمة رائعة جدا، حاولت أن أنتقل من نغمة إلى نغمة أخرى، وطبعا تشعرون هنا أن هناك تغيرا كبيرا، ولكن المغزى هنا هو أن أؤلف لحنا رائجا ولكن في الوقت ذاته عصريا، إذن يشعر الجميع برابط وثيق معه ويليق بكل الأشكال والأساليب الموسيقية. مثلا هنا أبدأ بهذه التناغمات البسيطة من دون أي تعقيدات، أعطي هذه المساحة التي تحدثت عنها للكلمات. أما الخطوة الثانية نبدأ بالتفكير بالأوركسترا، و طبعا هنا ندخل إلى الاستوديو ونبدأ بالتفكير بالطبقات الموسيقية المختلفة. البيانو مثلا، ما هي الألحان التي سنعزفها على البيانو؟ ما هي طبعا الألحان التي ستعزفها الكمانجات بعد البيانو؟ ما هي الطبقات الموسيقية التي نضيفها؟ طبعا هنا أيضا نبدأ بتضخيم الصوت نوعا ما، وفي النهاية نبدأ بالتفكير طبعا بعالم الأدوات الآلات الموسيقية العربية. أنا مثلا أحب الربابة، وسوف نسمع الربابة، وسوف نسمع أيضا الطبلة، ونبدأ طبعا بإدخال هذه الآلات الموسيقية بشكل تدريجي. رائع، أمر رائع جدا، شكرا. دانا لدي سؤال إضافي، هل تذكرين المرة الأولى التي ألفت فيها أغنية خاصة بك، وهل تذكرين القصة وراء هذه الأغنية؟ نعم ما زلت أذكر. في أحد الأيام كنت نائمة
كنت في الشهر الرابع أو الخامس ربما من حملي وكنت مقتنعة أن ابنتي التي لم تكن قد ولدت بعد هي كانت سبب عجزي عن النوم. إذن كان هناك سبب وراء ذلك، فذهبت وجلست إلى البيانو وكتبت تهويدة بسيطة جدا اسمها ليلى، وتحولت هذه التهويدة طبعا إلى أغنية سيمفونية تحمل الاسم نفسه، تحمل اسم ليلى أيضا، وتحول هذا الاسم أيضا إلى اسم ألبومي. إذن كانت تلك أول أغنية ألفتها طبعا من دون كلمات، وقد تحولت في النهاية إلى ألبوم ساندستورم أو العاصفة الرملية. حسنا، لحظة فقط من فضلك. So in terms of inspiration, I know we talked a little bit about فيما يتعلق بالإلهام ومصادر الإلهام والوحي، تحدثنا طبعا عن المسرح الموسيقي وأين يأتيك الإلهام بالنسبة للمسرح الموسيقي، ولكن حين نتحدث عن مصدر الإلهام، مثلا حين تشعرين بالضياع وتبحثين عن شيء ليرشدك، هل لديك أي شيء تستخدمينه أو تعتمدين عليه دائما كمصدر للإلهام؟ نعم نعم، إنه سؤال رائع، سؤال رائع. مثلا ألبومي الأول Paint كان يتمحور حول تحديد المكونات المختلفة التي تنصهر معا لتشكل الإنسان، لتشكل هويتك أنت يا كريم. مثلا أنت تتألف من عدة طبقات ومن عدة مكونات، هناك طبقات تشعر بارتباط معها، هناك مكونات لا تشعر بارتباط معها، هناك طبقات سوداوية، هناك طبقات أكثر إشراقا ربما. وبالتالي طبعا نحن ما نفعله عادة في الحياة هو أننا نعزز هذا القناع الذي نرتديه. فمثلا نحن حين نصل إلى عمر 30 أو أنا حين وصلت إلى عمر 28 بدأت بالتفكير وبالتساؤل، ما هي هذه الطبقات، ما هي هذه العناصر المتنافرة، ما هي هذه المكونات، ما هي هذه المزايا المختلفة التي تجعلني دانا. علي أن أتعرف إليها وعلي طبعا أن أصهرها معا في بطاقة واحدة، وهذا هو ألبوم Paint. وطبعاً Paint يعني الرسم باللغة العربية. إذن كل هذه الأغنيات المختلفة تهدف إلى الكشف عن الألوان المختلفة، المشاعر المختلفة، المكونات المختلفة، وهي تأتي حتى ربما بأنواع مختلفة أو بأساليب موسيقية مختلفة. فالأغاني التي يتضمنها هذا الألبوم هي أغاني مختلفة بشكل كبير، وحين نبدأ بالقيام بذلك هذا لا يعني أننا اكتشفنا هذه المكونات. أنا مثلا لم أكتشف هذه المكونات من ألبومي الأول، فطبعا تنتظرني حياة بكاملها من الاكتشاف، لكن حين بدأت بهذه الرحلة بدأت بالكتابة بشكل أكبر. إذن أنا أقرأ كثيراً، وهذا أيضاً من مصادر الإلهام. وآخر كتاب قرأته اسمه Seats of the Soul أو مقاعد الروح، وكتاب آخر لديباك تشوبرا اسمه A Seek of Destiny. وطبعاً الكتابان شكلا قاعدة صلبة لألبومي الحالي الذي آمل عليه، وهو ألبوم إنديجو. لقد ألفت هذا الألبوم خلال فترة الإغلاق التام وفترة الحجر الصحي، وذلك لأن هذه المحادثة مع نفسي طبعا أخذت حيزا كبيرا من حياتي خلال فترة الإغلاق. ساعدني هذا الشيء لأبدأ بالتفكير الذاتي وأنتج شيئا ملموسا. وطبعاً حين نقوم بذلك فنحن ننزع هذه الطبقات واحدة تلو الأخرى، وعلينا أن نفكر كيف يمكن أن نتواصل مع كل هذه الطبقات، كيف يمكن أن نحافظ على مستوى النشاط ذاته ومستوى الوفرة ذاته. نحن دائماً نستمد هذه الأمور من محيطنا، نستمدها من بيئتنا. فأنا مثلاً موجودة في بيئة إبداعية، وهذه البيئة تزودني بالطاقة، وهي طبعاً تصنع الفرق. لكن تخيل أن هذه البيئة لم تعد موجودة حواليك، وعليك بالتالي أن تنتج هذه الطاقة. وأنا على
فكرة. طبعا أعجبت بهذا الموضوع، الصلابة خلال فترة انتشار فيروس كورونا والاستعداد لما بعد فيروس كورونا. فالروح البشرية هي محيط من الإمكانيات، محيط من الاحتمالات، وهذا الألبوم طبعا اعتمدت فيه على هذه الأمور لصناعته من خلال تحديد هذه الأمور، تحديد هذه الظواهر وتحديد الألوان التي تشكلها طبقاتنا. ولهذا السبب اخترت مصطلح إنديغو، لأن الإنديغو هو لون لا يراه معظم الناس، البشر لا يستوعبون مثلا 99% من طيف الأضواء البيضاء أو النور الأبيض. فماذا يقول هذا عن قدرتنا على التواصل؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لقدرتنا على استيعاب المعلومات؟ إذن هذه العملية هي أساس إلهامي، علينا أن نحدد المكونات الأصلية في روحنا وفصل هذه المكونات عن الكبرياء، والكبرياء الذي هو أول ما يظهر في شخصيتنا وهو الآلية التي نعتمد عليها لرد الفعل وللحكم على الآخرين، ولكن هذه الآلية ليست مفيدة وليست مثمرة لأنها لا تنتج أي شيء، لا تولد أي شيء. وبالتالي علينا أن نحدد هذه المكونات، أن نحدد هذه المساحة الناضجة، هذه المساحة المثمرة التي تسمح للشجرة الإبداعية بالنمو، التي تسمح لنا فعلا بالإنتاج والإبداع بغض النظر عما يحصل من حولنا. قد ينهار العالم من حولنا، لكن إذا كانت هذه المساحة موجودة فلن نواجه مشكلة في الإبداع. الأمر أشبه بالمياه، حين نرى شجرة ونرى التربة الخصبة ونقوم بري هذه الشجرة سوف تنمو هذه الشجرة بغض النظر عما يحصل من حولها، وذلك لأننا خلقنا لها البيئة المؤاتية. هذا هو الموضوع، هذه هي الإيديولوجية خلف هذا الألبوم. و طبعاً اعتمد خليل جبران المقاربة ذاتها في كتاب الأجنحة المتكسرة، فقد قضى حياته بكاملها في محاولة لتحديد مكوناته، في محاولة لتحليل هذه المكونات، هذه الطبقات، وتحديد شخصيته الفريدة في إطار هذه الهوية الجماعية. طبعاً أنا هنا لا أعني أنه على المرء أن يتصرف بطريقة منافية لمجتمعه، بل عليه أن يكون أفضل نسخة من نفسه، وذلك لأن ذلك يساعدنا على خدمة أنفسنا، وحين نتمكن من خدمة أنفسنا سنصبح قادرين على خدمة الآخرين. هذه الوفرة التي أتكلم عنها، هذه القوة التي أتكلم عنها تنمو حين نستخدمها في خدمة الآخرين. إذن كيف يمكننا أن نكون أكثر فعالية في خدمة مجتمعنا؟ وقد تطرق رومي إلى المواضيع ذاتها أيضا. أنا أقول أن أعمال رومي تتناسب بشكل مثالي مع العام 2020، فحتى لو كان كل شيء ينهار من حولنا، علينا أن لا ننظر إلى أنفسنا كنقطة في البحر، بل علينا أن نعتبر أنفسنا بمثابة البحر لكي نتمكن من الاستمرار. تأكيد لدي سؤال أخير. بعض الحكام يصفقون لك وأنا طبعا أضم صوتي إلى أصواتهم. لدي سؤال أخير قبل أن ننتقل إلى أسئلة الجمهور. طبعا بعض الحكام ربما لم يلتقوا بدانا من قبل، لكن لا شك لدي أنكم سمعتم بعض أعمالها من قبل، سواء كنتم في مطار حمد الدولي أو في إحدى أو على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية القطرية. لا شك لدي أنكم سمعتم بعضا من أعمالها، وبالتالي دانا أود أن تخبرينا عن العملية الإبداعية التي استخدمتيها لتأليف الموسيقى الخاصة بطائرات الخطوط الجوية القطرية، الموسيقى التي تستخدم عند الإقلاع والهبوط. في البداية طبعا الأصوات تأتي في وقت لاحق، لكن كمرحلة أولى كان علي أن أفهم القصة التي نحاول أن نخبرها. فالطيران بحد ذاته قصة خيالية، إنه بناء بديل أو هيكلية بديلة للواقع. فطبعا كان أمرا لا يمكن تخيله منذ أعوام طويلة، لكنه اليوم أصبح حقيقة. نحن نتحدى الجاذبية، نحن نتحدى هذه الحدود التي رسمناها لأنفسنا. أنا في كل رحلة أذهب فيها لا أصدق ما يحصل وأتساءل هل يحصل هذا فعلا. إذن انطلقت من هذه الفكرة لأقوم بتأليف النغم الخاص بالخطوط الجوية القطرية. في البداية كان هذا النغم عبارة عن تهويدة، لكنه مع مرور الوقت تحول إلى مؤلفة سيمفونية. وبعد ذلك
قمت بإضافة معزوفة للربابة، وطبعا الربابة هي آلة موسيقية عربية، وطبعا هذا هو الصوت العربي الذي تسمعونه في الخلفية في هذه الموسيقى الخاصة بالخطوط الجوية القطرية. إذن الربابة هي آلة موسيقية عربية، لكن على فكرة لدينا عازف ربابة ممتاز هنا اسمه حسن، وهو طبعا عضو في أوركسترا قطر في الهارمونية، وقد قدم لي دعما لا يوصف في كل المشاريع التي قمت بها، أو عفوا الأوركسترا قدمت لي دعما لا يوصف في كل المشاريع التي قمت بها، وأدو التوجه بالشكر للأوركسترا. أنا لم أكن قادرة على القيام بكل هذا من دونهم، فطبعا التعاون مع الأوركسترا السيمفونية أو الأوركسترا الفيلهارمونية كانت فكرة مخيفة بالنسبة لي، لكن أعضاء الأوركسترا كانوا صبورين وعلموني أمورا كثيرة ووجهوني في الاتجاه الصحيح وقاموا بتحفيزي أيضا. لقد كانت تجربة رائعة جدا، وحصلت على دعم كبير جدا منهم، سواء من مياسة اليماني عازفة الكمان مثلا، والتي تعمل معي عفوا على عدد من المؤلفات والمقطوعات، بالإضافة إلى ديمتري تورتشينسكي الذي يعزف الكمان أيضا، والذي عزف في عمل الأجنحة المتكسرة في لندن. طبعا علينا أن نحافظ على الاتساق والانتظام في الأصوات، هذه الأصوات التي أحملها معي من دولة قطر إلى كل الدول التي أزورها في العالم، وطبعا أحافظ على هذا الانتظام بفضل أوركسترا قطر الفيلهارمونية. كيرك مايستر أيضا قائد الأوركسترا بذل حصار جهده لكي يعطي الفرصة للأوركسترا أيضا لابتكار المحتوى، ابتكار المحتوى من أجل الأعمال التي نصدرها إلى الخارج. إذن حسن الممتاز هو من أفضل عازفي الربابة في العالم، وطريقة عزفه على الربابة تعطيها صوتا ذات طابع عالمي، لا يمكن أن نشبهه بأي شيء. مثلا يعزفها بطريقة شبيهة بآلة الأبواق الإسكتلندية مثلا، وقد استخدمت هذا الصوت في بعض أعمالي، وأحيانا مثلا أستخدم الربابة لمحاكاة أصوات المغنيات، وأستخدمها إذن في كل هذه الأشكال لكي أثبت للجميع أننا جميعا نتحدث اللغة ذاتها، حين نتحدث عن التراث، حين نتحدث عن الأمور التي هي من صميمنا فنحن متشابهون جدا، والفوارق بيننا بسيطة جدا. وأنا أستخدم الربابة لتصوير هذا الأمر. الربابة هي آلة موسيقية عربية، وهي على فكرة مشابهة لآلة موسيقية صينية، لكن يمكن أن تعطينا أصواتا مثلا آسيوية، يمكن أن تعطينا أصواتا أوروبية. إذن إنها آلة متعددة القدرات، ونحن محظوظون جدا بوجود هذا الموسيقي البارع هنا لمساعدتنا على سرد قصتنا أمام دول العالم. أنا فخورة جدا بهذا العمل، وطبعا آمل أن تكونوا قد استمتعتم به. أعتذر إذا لم تكونوا قد سمعتم هذا العمل بعد، لكنني آمل أن تستمتعوا به حين تسمعونه. والأمر الأهم بالنسبة لي في كل ذلك هو استحداث صورة موحدة وشاملة لهذه المنطقة من العالم. شكرا لك دانا. لدينا بعض الأسئلة من الجمهور. أولا نبل هدية ولالا صابية هما من دولة قطر، والسؤال ما هو التالي: ما مدى الصعوبة التي واجهتها في مسيرتك الموسيقية، وما هي أكبر الصعوبات التي واجهتها؟ في الواقع أعتقد أن احتراف الموسيقى هو المجال الأصعب في كل أنحاء العالم، فالأبواب تغلق في وجهك قبل أن تفتح في وجهك. إنه مجال عالي التنافسية، كما أن الحصول على التمويل هو أمر صعب، وأعتقد أن جميع الموسيقيين والمؤلفين يتفقون على الأمر ذاته، فأن الصعوبة الأبرز هي التمويل. ولكن على المرء أن يكون حاذقا وبارعا، عليه أن يكون قادرا على الاعتماد على نفسه والقيام بأكبر قدر ممكن من الأمور بنفسه، وعليه أن يؤمن بنفسه. وإذا كنت تنطلق من فكرة أصلية، وإذا كنت تنطلق من مفهوم أصلي، يمكنك أن تمضي قدما، وحتى لو أغلق باب في وجهك يمكنك أن تقول لنفسك
لا مشكلة في ذلك. كما يقول باولو كويلو، حين تسير على المسار الصحيح فيتآمر العالم أجمع ويتآمر الكون حتى لإيصالك إلى وجهتك، وأنا أؤمن بذلك. عليك أن تكون واثقا بنفسك، واثقا باتجاهك وبقدراتك وبقراراتك إلى أبعد الحدود، وأن تجدد هذه الثقة كل يوم. وعليك أن تتحلى أيضا بالتواضع، لابد من التحلي بالتواضع، لابد من طلب المساعدة أيضا من الآخرين، وإلا سوف تغرق بالأسف. إذا لم تشعر بالتواضع فهناك ملايين الأشخاص الموهوبين، عليك أن تكون قادرا على التواصل مع الآخرين بشكل أصيل، وإلا فإن الموهبة لن تنفعك. إن هذا القطاع هو أيضا قطاع إنساني بالدرجة الأولى، وعليكم وعلينا أن نعي ذلك. كان لدينا سؤال ثانا أيضا، لكن أعتقد أنه علينا أن نفسح في المجال أمام الحكام، وأعتقد أيضا أننا تطرقنا لفحوى السؤال الثاني في المقابلة. آية، الكلمة لك والكلمة للحكام. شكرا لك يا دانا، شكرا، شكرا لك يا كريم. جلسة حوارية ملهمة. طبعا أعضاء لجنة الحكم تعرفون القواعد، ارفعوا اليد وسوف نسمح لكم بالكلام. السؤال الأول سيكون من مؤمن. مرحبا دانا، مرحبا مؤمن، سعيد جدا بلقائك، وأنا أيضا طبعا انبهرت حين علمت أنك أنت مؤلفة الموسيقى المستخدمة في طائرات الخطوط الجوية القطرية. منذ بضعة أشهر قام أحدهم بنشر صورة للخطوط الجوية القطرية مع هذه الموسيقى، وقد انبهر الجميع بهذه الموسيقى، وكان هناك آلاف الإعجابات. ولكن لدي طلب بسيط، هل يمكننا أن نسمع جزءا بسيطا منها على البيانو؟ لم أعزف هذه الموسيقى منذ وقت طويل، فتوقعوا بعض الأخطاء، توقعوا بعض الأخطاء. I got there eventually. لقد نجحت في الأمر أخيرا، لقد نجحت في الأمر أخيرا. رائع، شكرا لك يا دانا. الأمر الوحيد الذي نريد القيام به الآن هو الصعود في الطائرات. طبعا حين يحصل ذلك سوف أقوم بعزف هذه المقطوعة في كل أنحاء البلاد. السؤال التالي هو من عمرو. مرحبا عمرو. مرحبا دانا، سعيد جدا بلقائك. في الواقع أنا أحب الكثير من مقطوعاتك كـ We Are The Light و Spirited Thunder وغيرهما، ولدي سؤالان أساسيان. من هم الفنانون أصحاب التأثير الأكبر عليك، وكيف قمت بتطوير مسيرتك الفنية؟ سؤالان مهمان يا عمرو، لكنهما سؤالان ممتازان. طبعا أنا في البداية اعتدت على الإصغاء إلى الموسيقى الكلاسيكية. طبعا المؤلفين المفضلين لدي هم فيفالدي، وأنا أحب المؤلفات أيضا وليس فقط المؤلفين. وفي مبادراتي المقبلة وفي مشاريعي المقبلة سأحاول أن أسلط الضوء أكثر على المؤلفات. كلارا شومان هي زوجة روبرت شومان، وقد كانت رائدة فعلا في مجالها، وأنا من أكبر المعجبين بها. فريدي مندلسون أيضا، وأنا معجبة أيضا كما قلت بفيفالدي وموزار وعدد كبير من الفنانين من حقبة الباروك. بالإضافة إلى ذلك فقد كنت أستمع أيضا إلى موسيقى الروك، ولكن طبعا هناك التقاء بين نوعي الموسيقى. مثلا فرقة ميتاليكا أنتجت ألبوم SNM حيث قامت بعزف موسيقى الروك مع أوركسترا سيمفونية. إنها ما يعرف طبعا بالموسيقى الكلاسيكية الجديدة أو نيو كلاسيكال، وهي تعطينا فرصا جديدة لتأليف الموسيقى الشعبية أو البوب بالإضافة إلى الموسيقى السيمفونية. إذا
هذه هي القاعدة التي انطلقت منها. وكيف بدأت مسيرتي؟ بدأت على نطاق صغير، بدأت على نطاق محدود وتطورت تدريجيا. كما قلت، على المرء أن يكون متواضعا، ولا مشكلة إذا انطلقت من مكان صغير. قد تبدأ مثلا مع 3 أشخاص، ثم 4 أشخاص، ثم 5 أشخاص، ومن ثم يحالفك الحظ وتجد نفسك تؤدي أمام 10 أشخاص أو 20. عليك أن تتحلى بالثقة بالنفس حتى تتمكن من ترك تأثير واضح. يا لها من كلمات ملهمة فعلا يا دانا. السؤال التالي هو من فاطمة. نحن سعداء جدا بوجودك معنا اليوم يا دانا. طبعا في الطفولة كنا جميعا نتطلع لشخص، لقدوة، لمثل أعلى. وسؤالي هو، من هو الشخص الذي كان قدوتك؟ من كان الشخص الذي اعتبرته مثالك الأعلى؟ إذن قدوتي أو صاحب أكبر تأثير علي، يا إلهي، هناك ربما عدد كبير من الأشخاص. كان لدي عدد كبير من القدوات في فترة الصغر، لكنني طبعا كامرأة قطرية، وأنا أقول هذا الأمر للجميع حين يطرحون علي هذا السؤال، يسألونني: أنت طموحة جدا وتجدين الاحتمالات في كل شيء، كيف تفعلين ذلك؟ فأعود دائما إلى مقالته صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند. فطبعا أنا حين كنت أترعرع أو في سن الطفولة، كان الوضع مختلفا تماما عن الوضع اليوم. فقد كانت نسبة النساء مثلا من القوى العاملة صغيرة جدا، وقد قطعنا شوطا طويلا في هذه الفترة القصيرة، طبعا تحت توجيهات صاحبة السمو، وبفضل الحافز الكبير الذي تتمتع به صاحبة السمو ومهاراتها القيادية وقدراتها القيادية، لقد غيرت حياتنا بشكل كامل. أين نرى هذا التغيير الكبير في هذا الوقت القصير أو في هذه الفترة القصيرة؟ لقد كان إنجاز لا يصدق. حين ننظر إلى الماضي ونشاهد التغيير الذي تم تحقيقه في هذه الفترة القصيرة، ندرك أن السماء هي حدودنا فعلا. وافق معك بشكل كامل يا دانا، لا سيما وأنني ترعرعت هنا. السؤال التالي من محيي. مرحبا. أشعر بسعادة كبيرة حين أتعرف إلى سيدات عربيات في الإعلام. طبعا لقد أحببت هذه المؤلفات التي قمت بعزفها لنا، وأعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن نمتلك هذه القدرة، القدرة على كتابة القصص الخاصة بنا، لا سيما في هذه الموجة، موجة التشبه بالغرب وبالدول الغربية طبعا، وهذا التشبه أو هذه الموجة الغربية التي بدأت تطغى على الثقافة العربية، الثقافة التي تمثلنا، وبالتالي فأنا معجب جدا بهذا الأمر. لكن لدي سؤال لك يا دانا، كيف واجهت مشكلة ضعف المسرح الموسيقي أو ضعف ثقافة المسرح الموسيقي وثقافة المسرح بشكل عام في دولة قطر؟ في الواقع لقد حالفني الحظ بالعمل في ويست أند مع ممثلين من المنطقة، وطبعا الشخص الذي ساعدني في الكتابة يساعدني طبعا حاليا، ساعدني في كتابة العملين الأخيرين، هو طبعا يعمل في مجال المسرح الموسيقي منذ فترة طويلة جدا، وأعتبر نفسي محظوظة بالعمل مع شخص مثله. لكن هذا طبعا علمني أمورا كثيرة فيما يتعلق بهذا القطاع بالتحديد، وقد تعلمت أمورا كثيرة بالفعل من العمل معه، وأنا أحمل كل هذه الأمور وأنقلها إلى دولة قطر. إذن نأخذ كل هذه الجوانب التي تضفي الجاذبية على المسرح الموسيقي، ونحاول طبعا أن نصبغ عليها ثقافتنا المحلية. مثلا في عمل الأجنحة المتكسرة، طبعا نديم وجميع الموظفين عملوا في ويست أند، لكنهم أيضا قدموا ورشة عمل هنا، وهذه طبعا من الأمور التي نريد أن نفعلها بشكل منتظم. نريد أن نرد الجميل، نريد أن نعطي الجميع الفرصة للعمل مع هؤلاء الأشخاص الخبراء تماما كما فعلت أنا. فقد سنحت
لي الفرصة، وكما قلت أعتبر نفسي محظوظة جدا لأنني تعلمت منهم وأريد أن يحظى الجميع بالفرصة ذاتها. شكرا جزيلا يا دانا. السؤال التالي من تميم. مرحبا. اسمي تميم وأنا من فلسطين، وسؤالي هو ما الذي دفعك أو ما الذي أجبرك إلى دخول المجال الموسيقي؟ أجبرني كما قلت كنت حاملاً بابنتي، وبدأت أو سلكت هذا الطريق لأنني أردتها أن تعرف شخصيتي الحقيقية، وأردت أن أترجم هذه القصة، قصة الشخصية، من خلال الموسيقى. هذه هي القوة الدافعة أو هذا هو الحافز الذي دفعني لدخول المجال الموسيقي. السؤال التالي من آمنة. أنا اسمي آمنة وأنا من السودان، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنت كنت بتقري كتب كثير وهي جزء من الأركان بتأسس الفاق في موسيقتك، أكثر كتاب أداكي دافع وأداكي أمل شنو؟ وكيف قدرت تتأقلم مع فيروس كورونا؟ وكيف قدرت تجد طرق بديلة وأنه تنتجوا في ظل الجائحة؟ The book that I read, my first album is called Paint. إذن بالنسبة للكتب التي قرأتها، في ألبومي الأول Paint لدي أغنية اسمها Brave New World، وطبعا هذه الأغنية مستوحاة من كتاب لي ألدوس هاكسلي، وأقول في هذه الأغنية أننا نحن من يصمم حقيقتنا، وبالتالي فإن هذا الاسم Brave New World أو عالم جديد شجاع ليس مفهوما غريبا عنا، بل هو مفهوم شخصي، وهو من أكثر الكتب التي ألهمتني وأنا أعود إليه دائما. كتاب آخر ألهمني هو كتاب النبي لجبران خليل جبران، أنا أقرأ هذا الكتاب كل عام تقريبا، بالإضافة إلى أعمال المؤلف رومي، أقرأ أعمال رومي أيضا. رائع رائع. السؤال التالي من خالد. مرحبا، اسمي خالد الكبيسي. كيف تعتقدين أن الإنترنت أثر على قطاع الموسيقى؟ سؤال ممتاز يا خالد. ما زلت أذكر كيف كنا نشتري الألبومات، كيف كنا نشتري الأقراص المدمجة، وكنت أتحدث عن هذا الأمر منذ فترة، كنت أقول أننا في الماضي كنا نستمع إلى ألبومات كاملة، كنا نعبر هذه المسيرة بشكل كامل، لكننا لم نعد نفعل ذلك. أعتقد أن الإنترنت، الأمر الجميل في الإنترنت أنه أعطى الجميع الفرصة لكي يبدعوا، وهو طبعا ألغى هذه الحدود بالنسبة للعملية الإبداعية، لكنه في الوقت ذاته ألغى هذه اللمسة الإنسانية أو هذه اللمسة الشخصية. أنا مثلا ما زلت أملك الأقراص المدمجة أو السيديهات، وأدعو الجميع للقيام بالأمر ذاته، لشراء الأقراص والسير في هذه الرحلة، أسميها الرحلة لأنها أمر مميز حقا. رائع رائع بالفعل. السؤال التالي هو من أنا. مرحبا، أنا أنا بارجادزي من جورجيا، ولدي سؤال واحد لدانا. هل هناك فيلم معين تتمنين لو كان بإمكانك كتابة الموسيقى الخاصة به؟ نعم، إذن هل هناك فيلم معين تتمنين لو كان بإمكانك كتابة الموسيقى التصويرية الخاصة به؟ إذن هل مثلا أستمع إلى الموسيقى التصويرية وأتمنى لو أنا من ألفها؟ في الواقع فيلم هوم ألون، أنا أستمع إلى موسيقى فيلم هوم ألون باستمرار، أنا أحب الموسيقى الخاصة بهذا الفيلم، وأحب أيضا الموسيقى الخاصة بفيلم The Last of the Mohicans، أحب هذه الموسيقى كثيرا، بالإضافة إلى الموسيقى الخاصة ب إذن كما قلت فيلم Last of the Mohicans وفيلم هوم ألون، بالإضافة إلى فيلم Brave Heart، أنا مهووسة بالموسيقى التصويرية الخاصة ببريف هارت. بالإضافة إلى ذلك، هل شاهدتم فيلم The Prince of Egypt، فيلم الرسوم المتحركة؟ أنا معجبة إلى أبعد الحدود بالموسيقى الخاصة بهذا الفيلم. هناك أيضا مسلسل تلفزيوني أو برنامج تلفزيوني، لا أذكر اسم المؤلف،
لكنني مهووسة أيضا بالموسيقى الخاصة بالبرنامج. البرنامج هو Succession وأنا أنصح الجميع بالاستماع إلى الموسيقى التصويرية، إنها موسيقى رائعة ليس كذلك؟ نعم نعم نعم، لا سيما الموسيقى الافتتاحية بالإضافة إلى الموسيقى الختامية أيضا. نعم إنها موسيقى رائعة وبسيطة جدا، موسيقى رائعة تعتمد على البساطة وليس ولا تتضمن أي تعقيدات أبدا، آلات موسيقية مختلفة وأنغام موسيقية مختلفة، لكنه يقوم بذلك بأسلوب أكثر من رائع. شكرا لك يا دانا، طبعا موسيقى رائعة جدا وأنصح جميع الحكام بالاستماع إليها. السؤال التالي هو من طارق. مرحبا أنا طارق وأنا في 16 من عمري وأنا من الأردن. سؤالي هو التالي، طبعا الآلات الموسيقية تتمتع بثقافات مختلفة وبأصوات مختلفة، آلة العود مثلا، آلة العود تنتمي ربما إلى المدرسة المصرية والمدرسة العراقية، فكيف تختارين الصوت الذي تريدين مثلا أن تضيفيه إلى أغنية معينة أو إلى مقطوعة معينة، لا سيما حين تستخدمين الأوركسترا أيضا؟ سؤال رائع يا طارق، سؤال جميل جدا. فيما يتعلق بالطبيعة المحددة أو الطابع المحدد لكل آلة موسيقية، طبعا أنا أطرح هذا السؤال إذا كنت أؤلف مقطوعة كونشيرتو تكون هذه الآلة في صدرها، ولكن عادة إذا كانت هذه الآلة واحدة من عدة آلات فأنا أترك هذه المهمة للشخص المتخصص في العزف على هذه الآلة. هذه مقاربتي للأصوات. مثلا كان هناك مقطوعة احتجت فيها لآلة الناي، تحدثت مع دكتور ياسين وهو عازف ناي مميز جدا، وهو مسؤول أيضا عن الآلات الموسيقية الشرق أوسطية في الأكاديمية، هل هي أكاديمية الموسيقى في قطر؟ في قطر هل هذا اسمها؟ أعتقد أن اسمها هي أكاديمية قطر للموسيقى. نعم هذا صحيح، نحن محظوظون جدا، لدينا عدد من الخبراء كل في مجاله، فذهبنا إلى الاستوديو وبدأ باستخدام أنواع مختلفة من آلة الناي مع أنغام مختلفة مع أساليب مختلفة مع مدارس مختلفة حتى، وقمنا باختيار النسخة الأنسب. إذن هناك عملية إبداعية طويلة وأنا لا أتخذ هذا القرار قبل تأليف المقطوعة، بل نستمع إلى الخيارات المختلفة ونختار منها، وهذا ما تعلمته. شكرا جزيلا دانا وشكرا لك طارق. كان هذا السؤال الأخير من الحكام. كريم الكلمة لك. دانا لدي سؤال أخير قبل أن نختتم هذه المقابلة. طبعا الحكام موجودون معنا اليوم، وأود أن أقول أو أسألك، ما هي النصيحة التي يمكنك أن تعطيها اليوم ربما للحكام الذين يحبون الموسيقى، سواء بالنسبة لخطواتهم الأولى أو للمضي قدما في هذه المسيرة، ولماذا من المهم بالنسبة لهم أن يعبروا عن أنفسهم برأيك؟ سؤال رائع. في البداية من المهم أن تعبر عن نفسك، لأن هذا أساس الحركة الناشطة، هذا أساس نشاطك، هذا أساس التصرف الذي سيغير كل شيء من حولك. فكلما قمعت نفسك كلما كان نشاطك في الخارج أقل ومحدودا أكثر. إذن عبر عن نفسك، عبر عن صوتك، ونصيحتي للحكام اليوم هي عليكم أن تسيروا خطوة تلك الأخرى، لا تتسرعوا في أي شيء، التزموا بشكل كامل، ارتكبوا الأخطاء، وهذا ما فعلته حين عزفت الموسيقى الخاصة بالخطوط الجوية القطرية. أول مرة لم أتمكن من عزف هذه المقطوعة أو هذا اللحن، ولكن في المرة الثانية والثالثة كان الأمر أفضل بكثير. لا مشكلة في ارتكاب الأخطاء، لا يمكنكم أن تقوموا بكل شيء بطريقة مثالية. أنا مثلا لا يمكنني أن أتذكر كل الأمور أو كل المقطوعات أو الأغاني التي ألفتها، هناك أغاني مثلا أحتاج إلى يوم أو يومين لتذكرها، لكن ما سأقوله هو لا تخافوا من ارتكاب الأخطاء، وعبروا عن أنفسكم واعرضوا أعمالكم، سواء كان ذلك أمام شخص أو شخصين أو ثلاثة أشخاص، اخرجوا تفاعلوا مع المجتمع، اعرضوا أعمالكم على المجتمع
وتواصلوا مع الآخرين، هذا ما سيساعدكم على المضي قدما في مسيرتكم. إذا جلستم في مكانكم وانتظرتم مساعدة الآخرين فلن تحققوا أي شيء، إذا انتظرتم الدعم من الآخرين من دون أن تفعلوا شيئا لن تحققوا أي شيء. اخرجوا، تفاعلوا مع المجتمع، تفاعلوا مع الأندية، هناك موارد كثيرة يمكنكم أن تستفيدوا منها، فحاولوا الاستفادة منها قدر الإمكان. هذا هو المغزى من هذا الأمر، فهذه الموارد موجودة لتعطيكم صوتا، إنها بركة حقيقية لا تستخفوا بها، استخدموها. وأعتقد أن المسؤولين عن المهرجان قاموا بعمل رائع، من فاطمة الرماحي إلى كل أعضاء الفريق، لقد قمتم بعملكم بشغف كبير وصنعتم أجواء رائعة جدا لجميع المشاركين، فنصيحتي هي لا تتوقفوا عن التعبير عن أصواتكم، نصيحة رائعة. ودانا شكرا جزيلا جزيلا لك على إمضاء الوقت معنا اليوم. لا شكر على واجب، لا شكر على واجب. أود أن أطلب من الحكام أن يلوحوا أو يصفقوا لي دانا، طبعا أنا ألوح لكم أيضا حتى لو كنت عاجزة عن رؤيتهم. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.